3D Sound. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. النهاردة إن شاء الله موضوع المحاضرة قد طال انتظاره، وسنتناول فيه بمشيئة الله كيفية عمل الصوت ثلاثي الأبعاد. بس علشان تستفيد من هذه المحاضرة بشكل جيد لازم تسمعها من خلال سماعات الرأس، وتتأكد من وضع السماعات بشكل صحيح، بحيث أن دي تكون السماعة اليمين ودي تكون السماعة الشمال. ولو لقيت الوضع مختلف عدله فورا عشان تقدر تستفيد بالمحاضرة. ازاي نعمل 3D Sound؟ اخر حاجة كنا واصلين لها قبل كده هو الاستيريو، وهو ادراك المكونات التي تدركها الاذن اليمنى على حدة والاذن اليسرى على حدة ايضا. انما الصوت بالبعد الثالث هيخليك تدرك الاصوات من كافة الاتجاهات. قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة خلينا نتكلم شوية عن الأذن البشرية. طبعا الأذن البشرية من النعم اللي الإنسان مش حاسس بيها بالشكل الكافي. لو كانت وظيفة الأذن البشرية السمع فقط، إن أنا أقدر أسمع اللي بيكلمني أو أكون على إدراك بالبيئة السمعية المحيطة بي، لكفى. نعم لكان كافيا، ولكن هذه النعمة وهذه المعجزة الإلهية بها قدر كبير جدا من الإبداع. خلينا النهاردة نتكلم عن جزء مما عرف من هذه المعجزة الإلهية، لأن مش شرط تكون كل حاجة معروفة عن حاسة السمع أو عن الصوت أو عن تركيب الأذن إلى آخره، لأن العلم كل يوم يكتشف الجديد في هذا المجال، مما يثبت قدرة وإبداع ووحدانية وتفرد الخالق سبحانه وتعالى. هنتناول بعض المفردات المتعلقة بحاسة السمع حتى نصل إلى بغيتنا، وهو ما يخص الـ 3D Sound. أولا خلينا نتكلم عن التردد، تردد الصوت. الأذن البشرية بداية بتدرك الاهتزازات التي تنتقل عبر الهواء في شكل موجات صوتية، مجموعة من ما يعرف بالتضاغطات والتخلخلات في الهواء اللي بتشكل الموجة الصوتية، وطبعا ده بيتم بسرعات معينة، يعني التردد ليه سرعة وبتقاس بالثانية الواحدة. فالأذن البشرية بتدرك من 20 اهتزازة في الثانية الواحدة إلى 20,000 اهتزازة في الثانية. والاهتزازة أو التردد هي الاهتزازة هي التردد، اسمها هيرتز واختصارها HZ. في أصوات بتتردد ترددات بطيئة، وفي أصوات أخرى بتتردد ترددات سريعة وهكذا. بس في هذا الحيز من 20,000 إلى 20,000 تقريبا، والألف اهتزازة كيلو هيرتز، يعني من 20 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز، حيز المساحة التقريبية من الترددات التي تدركها الأذن البشرية. أعلى من 20,000 هيبقى اسمها موجات فوق السمعية التي لا تدركها الأذن البشرية. بالمناسبة الخفاش يستطيع إدراك حتى 110,000، يعني 110 كيلو هيرتز. شوف أعلى من الإنسان بأضعاف. أما أقل من 20 زبزبة في الثانية الواحدة فبيعتبر موجات تحت السمعية لا تدركها أيضا الأذن البشرية. خلينا ناخد أمثلة مسموعة. خلينا نسمع المثال ده في وضعه الأساسي بكامل طبقاته أولا، وبعدين ناخده طبقة طبقة. هيبقى فيه طبقات يبدو الصوت فيها ضعيف منخفض، ده طبعا نتيجة لأن احنا هنجرد منطقة سمعية بعينها زي ما هنشوف، وده بيثبت أن الصوت بكامل طبقاته بيكون قوي. لما بتتسحب منه طبقة أو بنركز على طبقة بعينها بيبدو الصوت ضعيف زي ما هنشوف. خلينا نسمع المثال ده في وضعه الأساسي. هنسمع صوت في المنطقة ما بين 20 زبزبة في الثانية إلى 300 زبزبة في الثانية.
وده صوت في المنطقة ما بين 300 زبزبة في الثانية إلى 500 زبزبة في الثانية. وده صوت من 500 ل1000. وده صوت بيعبر عن المنطقة السمعية ما بين 1000 زبزبة في الثانية إلى 5000 زبزبة في الثانية. وده صوت من 5000 إلى 10000. وأخيرا هذا الصوت بيعبر عن المنطقة السمعية ما بين 10000 زبزبة في الثانية إلى أن ينتهي التردد، يعني من 10000 إلى فوق أيا كان الدرجة اللي يقف عندها. طيب إيه تاني بتدركه الأذن غير مسألة التردد؟ شدة الصوت، في صوت عالي وفي صوت منخفض، برضو الأذن البشرية بتقدر تتفاعل مع هذه الأصوات وبتدي تقرير للمخ إن الصوت ده عالي أو الصوت ده خافت. وأيضا يمكن قياس شدة الصوت بتقاس بالديسيبل، وهي وحدة قياس الطاقة التي تحمل هذا الصوت. يعني صوت الهمس بيبقى 30 دي بي، دي بي اللي هي ديسيبل، وصوت الرصاص العالي قوي بيبقى مثلا 140-150 دي بي. في برامج الصوتيات بتلاقي كلمة دي بي كتير، وخصوصا عند ضبط الفوليوم. إذن تردد الصوت وشدة الصوت من المكونات الرئيسية للصوت التي تدركها الأذن البشرية. حاجة تانية اسمها اللون الصوتي، يعني مع اختلاف ترددات الصوت وشدة الصوت الأصوات أيضا بتختلف في صفاتها الأساسية. يعني الصوت ده مختلف تماما من حيث اللون عن الصوت ده، مختلف أيضا عن الصوت ده، مختلف أيضا عن الصوت ده. ممكن الأصوات تختلط، تتقاطع، تتشابك، وبرضو الأذن البشرية تدرك كل واحد على حدة. يعني لو سمعت أصوات مختلطة تقدر تعرف بسهولة مكونات هذه الأصوات. كل اللي أنا بقوله ده حاجات تعتبر من البديهيات، لأن الإنسان بيستخدم النعمة اللي ربنا خلقها له بس ما بيفكرش فيها كتير، ما بيفكرش كتير في مكوناتها. نصل إلى موضوعنا بقى اللي هو التعرف على مصدر الصوت، معجزة أخرى مستقلة تماما عن كل اللي فات. الإنسان بيسمع على شكل كرة، يعني الإنسان بيسمع فوق، تحت، شمال، يمين، ورا، قدام، وكل ده بدرجات الميل بتاعته. يعني تقدر تسمع الصوت اللي جاي لك من اليمين للشمال، والصوت اللي جاي لك من الشمال لليمين، والصوت اللي بيلف حواليك، والصوت اللي طالع من تحت لفوق، فوق لتحت،
تقدر تسمع الصوت من داخل جسمك زي كده. كل ده بتسجله الأذن وبيرسم صورة سمعية بتتفاعل تماما مع حاسة البصر، فبتجعل الإنسان بيصل إلى عين اليقين. خلينا الأول نتكلم في مصدر الصوت من اليمين للشمال. إزاي الأذن البشرية بتدرك إن الصوت ده من اليمين أو من الشمال؟ لو صوت جاي لي من على اليمين على سبيل المثال، هسمعه من الودن اليمين أقوى، وجزيئات الصوت هتوصل إلى الودن اليمين الأول قبل الودن الشمال. الودن الشمال هيوصلها الصوت متأخر شوية. طبعا لما يوصل الصوت إلى أذن واحدة الأول، الكلام ده بتدركه الأذن بشكل تلقائي تماما. كان ليا تجربة إن مسكت سماعة بتاعت واحد ضعيف السمع وحطيتها في ودني، قلت أشوف هيسمع إزاي. أنا حطيتها في ودني الشمال، استخدمتها شوية، أي حد كان بيكلمني تلقائيا أنا كنت بوصله ناحية الشمال، لأن الصوت وصلني من ناحية الشمال أقوى بفعل السماعة دي. فباستمرار الأذن البشرية في حالة تسجيل للإشارات السمعية من اليمين أو من الشمال. بالإضافة إلى ذلك، في مسألة برضو الشمال واليمين، إن أنا لما بسمع صوت من اليمين حسب المثال اللي قدامنا، إحنا اتفقنا إن الصوت هيجيلي متأخر شوية في الودن الشمال، ومعاه بعض مواصفات المكان اللي أنا فيه. يعني لو أنا في أوضة، الصوت هيتردد في الأوضة قبل ما أنا أسمعه، فهيجيلي أثر الصوت في حيز الغرفة في الودن الشمال مختلف عن الودن اليمين. يعني الودن اليمين هتاخد الصوت صافي بدرجة أكبر من اللي هتاخده الودن الشمال، طبعا مع اختلاف درجة الميل. ما ممكن يكون يمين خالص، ممكن يكون ميلة شوية إلى اليمين، وممكن تكون على اليمين وبعيدة جدا، وهكذا. نفس اللي أنا قلته على اليمين هينطبق على الأذن اليسرى. الصوت لما بيجي لي بقى من الاتجاهات المختلفة، يعني احنا فهمنا اليمين والشمال وهي تبدو منطقية، إنما فوق وتحت مع برضو الاحتفاظ بدرجة الميل شمال أو يمين، دي بيتحكم فيها طريقة تركيب الأذن الخارجية اللي هي الجزء اللي اسمه صوان الأذن. يعني الأذن بشكلها الحالي طبعا مش اعتباطا أبدا، وإلا كان يكفي فتحة مجردة وخلاص. بس سبحان الله العظيم، تقدر تعرف الصوت جاي لك من فوق أو من تحت. كل قطعة في صوان الأذن لها وظيفة، وبتسجل تتابعات في انعكاسات الصوت اللي بتخليك تقدر تعرف الصوت ده من فوق أو من تحت أو من وراء أو من قدام. سجل العلماء بعض الحاجات واستفادوا منها في مسألة البعد الثالث للصوت اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. سجلوا إن الصوت لما بيبقى من وراء بيبقى أقل لمعانا منه لما يجي لك من قدام. الصوت اللي من فوق مثلا بيصطدم بالأرض، بيدي لك انعكاسات أخرى بتخليك تشعر ان هو من فوق. الصوت لما يجي لك من تحت بيخبط الاول في منطقة معينة في صوان الاذن اللي هي بتجمع الموجات الصوتية، فبتدخل الموجة الى الاذن بشكل معين بيعرفك ان الصوت ده جاي من تحت. كل الكلام اللي انا بقوله ده مع الاحتفاظ بكافة درجات الميل، يعني اللي قدام مش قدامه خلاص، او اللي ورا مش ورا وخلاص، لا، في درجات ميل. ممكن يكون ورا من فوق ودرجة الميل بتاعته شمال شوية، أو قدام من تحت ودرجة الميل بتاعته يمين شوية. فبتقدر تسمع الصوت من كافة الاتجاهات الأصلية والفرعية. كل ده بمنتهى السلاسة بتدركه الأذن البشرية بشكل بديع، سبحان الله العظيم. طبعا المكفوفين يقدروا يحسوا بالكلام ده لأن الموضوع مجرد من حاسة البصر تماما. يعني موضوع البعد الثالث لما حبوا يعملوه بشكل إلكتروني، هم في الحقيقة فكروا في محاكاة الانعكاسات والتأثيرات اللي بتدرك بيها الأذن البشرية مصدر الصوت. يعني أنا بحط سماعات في ودني زي ما حضراتكم عاملين دلوقتي، وبسمع الصوت بيلف حواليا. طب إزاي وهم سماعتين بس داخلين بشكل مباشر على الأذن؟ الحكاية ببساطة إن هم عملوا محاكاة هذه الانعكاسات والتأثيرات على الصوت بس بشكل آلي، مما يؤدي حتما إلى إيهام المخ بمصدر الصوت. يعني أنا الصوت جاي لي من السماعة اليمين والسماعة الشمال، ومع ذلك أقدر أسمع الصوت وكأنه بيطلع من فوق لتحت أو من وراء أو من قدام. فهي عملية خداع سمعي على غرار الخداع البصري اللي استخدم فيه
العلماء الانعكاسات والتأثيرات البصرية اللي تخليك ترى البعد الثالث للصورة. ولذلك في الأول كانوا بيقولوا لازم تلبس نظارات خاصة بصورة ثلاثية الأبعاد، وبعد كده خلاص بقى في شاشات مش محتاجة نظارات ولا حاجة، تقدر تشوف منها البعد الثالث للصورة. احنا ما زلنا في البعد الثالث في الصوت بنستخدم سماعات الأذن، بس فيما بعد ربما يكون في سماعات عادية بتحقق موضوع البعد الثالث. ندخل بقى في تنفيذ الأصوات ثلاثية الأبعاد. الحقيقة من حوالي سنة وأنا بدور على أي أداة برمجية تخلينا نوصل إلى عمل البعد الثالث في الصوت، دورت كتير جدا ومعظم الحاجات اللي أنا لقيتها ما كانتش أكسيسبل مع البرامج الناطقة بتاعتنا، وها أنا ذا أوفي بوعدي اليوم بعد سنة كاملة، يعني خلينا نقول سنة إلا أربع شهور، لأن لقيت البلاجن اللي انا هتكلم عنه النهاردة من حوالي اربع شهور. بس زي دلوقتي احنا في بداية شهر 6 2014، زي دلوقتي السنة اللي فاتت كنت في جامعة سوهاج وكنا واقفين عند المسألة دي، وكل ما نحاول نجتاز فيها بتقف قدامنا مسألة الاكسسبيليتي، لان عادة البرامج اللي بتعمل ملفات ثلاثية الابعاد بتكون معتمدة على الجرافيك بشكل كبير قوي، يعني بيكون في رسمة عبارة عن شكل راس ادمي بودنين وعينين، بينما في مؤشر أو صورة بتحركه منت بالماوس حوالين هذه الرأس، فبيتحرك الصوت طبعا لحركة إيدك بالماوس. طبعا بالنسبة لنا الكلام ده مستحيل، ده اللي خلاني قعدت فترة طويلة قوي أدور على برنامج أو بلاجين يعمل الملفات ثلاثية الأبعاد بقدر مقبول من الأكسسبيليتي. فلقيت بلاجين اسمه H3D Binaural Specializer من إنتاج Longcat Audio Technology، وهو بلاجين صغير في الحجم، وانا هستخدمه مع جولد ويف 5.70 على اعتبار انه VST بلاجن. ان شاء الله كل ما الاقي بلاجن افضل هطرحه عليكم في المنتديات على شبكة الانترنت، وخصوصا في نادي الهندسة الصوتية وروائع المسموعات على الفيسبوك. ارجو الجميع الانضمام لهذا النادي للاستفادة، وابعث لكل اعضائه اجمل التحايا. البلاجن ده عبارة عن 6 سلايدرز، يعني 6 مواضع بقدر أحرك فيهم القيمة من خلال سهم فوق وسهم تحت، وطبعا بيج أب وبيج داون هتقفز قيم أعلى لفوق ولتحت. 3 منهم فقط للريفيرب علشان أقدر أحدد معالم المكان اللي فيه هذا الملف. ممكن الملف يكون في قاعة كبيرة، ممكن يكون في قاعة أصغر، ممكن يكون في الهواء الطلق وهكذا. الريفيرب واخد 3 سلايدرز من أصل 6 اللي بتكون منهم البلاجن، 3 التانيين هم اللي بيشكلوا حركة الصوت، وبيتقسموا كالتالي: X للحركة يمين وشمال، Y للحركة ورا وقدام، Z أو Z للحركة فوق وتحت. فبالتالي تقدر تحط الصوت في أي موضع. أنا طبعا هستخدم جوز فور ويندوز، والمطلوب من الجوز إن يقول لي السلايدر اللي أنا واقف عليه اسمه إيه، وهو مش هيبقى ليه ليبل واحنا اللي هنعمله ليبل، هو بس تقف عنده يقول لك ايديت وخلاص. الحاجه الثانيه اللي لازم يقراها الجوز القيمه اللي انا حركتها بالاسهم داخل اي سلايدر، وتتراوح قيمه السلايدرز كلها ما بين 0.00 الى 1.00، في النص طبعا 5.00. بطلع وانزل بالاسهم فالقيمه تتغير، فلازم الجوز يقراها لي. المشكلة هنا ايه؟ ان انا عاوز اسمع صوت الجوز يقرالي المعلومات دي ولكن ما يتسجلش. دي بتستدعي وجود كارتين صوت. انا دلوقتي هشتغل على كارت الصوت الاساسي بتاع الجهاز ريلتك اللي عند معظم الناس، بالاضافة الى كارت الصوت USB، وده هتلاقيه متداول جدا ورخيص جدا لمجرد انه يخرج لنا صوت الجوز حتى نستثنيه من عملية التسجيل، وده فعلا اللي انا عامله دلوقتي. خلينا نبدأ خطوات العمل واحدة واحدة. نمرة 1 هتسطب الجولد ويف، 2 البلاجن H3D Binaural Specializer، وهتلاقيه في نفس الملف المضغوط اللي بيحتوي المحاضرة دي، برنامج عادي خالص هتسطبه بالطريقة التقليدية، وبمجرد السيتاب هيكون جاهز لاستخدامه على بعض برامج الأوديو. بس في حاجة مهمة قوي أنا لاحظتها، أنا حاولت أجربه على برامج أخرى، بالفعل البلاجن ده كان بيظهر ولكن شكل الشاشة مختلف تماما عن اللي بتظهر في الجولد ويف، يعني مفيش فكرة السلايدرز اللي احنا قلنا عليها. مديني الشكل الجرافيك لانه فيه شكلين، الشكل البيزك اللي احنا هنتعامل معاه
وفي الجرافيكال اللي احنا مالناش دعوه بيه. على كل حال هعتبر ان احنا دلوقتي سطبنا جولد ويف وسطبنا البلاجن. هحط دلوقتي كارت الصوت اليو اس بي ومتوصل بالسماعه بتاعته. خلاص هو كده اتركب ايزي والاصوات كلها خرجت منه مش الجوز بس. احنا من داخل الجولد ويف هنخلي الانبوت والاوتبوت بتوع الجولد ويف في الكارت الاساسي ونخلي الجوز كما هو في الكارت الخارجي. طبعا في طريقه ثانيه غير اللي احنا هنعملها دلوقتي انك تدخل جوه الكنترول بانل وتدخل جوه الساوند وتختار البلاي باك يكون من الكارت الاساسي وتخرج الجوز لوحده بره من خلال قائمه يوتيليتيز اللي هتلاقي جواها سب منيو اسمه ساوند كارت. هتدخل جوه السب منيو ده وهتختار الكارت الخارجي اليو اس بي. كده في الحاله دي هيبقى الصوت في الجهاز كله خارج من الكارت الاساسي بينما الجوز لوحده هو اللي خارج من اليو اس بي، وبكده يبقى معاك خيارات متعدده. طيب الطريقه الثانيه اللي من داخل الجولد ويف، خلينا نفتح جولد ويف. ويندوز اب جي جولد ويف انتر جولد ويف جولد ويف كنترول ريكورد نيو كنترول ريكورد نيو. هتضغط تاب سيت اب سيت اب فاليوم فاليوم بالانس بالانس. الشاشه دي مش عاوزينها خالص. اول ما تطلع لك على طول الت اف 6 الت اف 6 مالتيبل دوكيومنت انترفيس كلاينت ويندو. بس انت كده واقف على حيز العمل الاساسي في الجولد ويف. طيب انا هضغط اف 11 اف 11 كنترول بروبرتيز ليت تاب ذا سويتش بيجز بريس كنترول تاب. نمشي سهم يمين لغايه ديفايس ريكورد تاب ذا فيجوال تاب ديفايس تاب ذا سويتش بيجز بريس كنترول تاب ديفايس تاب. هنضغط هنا تاب بلاي باك جولد كومبو بوكس سبيكرز جينيريك يو اس بي اوديو ديفايس 05E0. ده البلاي باك بتاع اليو اس بي كارد. تحرك بالاسهم سبيكرز ميل تك هاي ديفينيشن اوديو 05E3. هو ده اللي احنا عايزينه. كده انا قلت للجولد ويف هتخلي البلاي باك بتاعك من الكارت الاساسي. امشي بالتاب لغايه الريكوردنج بلاي باك تست بتن اديت 0 بلاي باك بلاي باك ريكورد اول كومبو بوكس مايكروفون ميل تك هاي ديفينيشن اوديو 05E0 تو تشينج ذا سيلكشن يوزي. احنا مش عاوزين دلوقتي نسجل من الميكروفون. هننزل لغايه حاجه اسمها لوب باك. دوس اند على طول لوب باك سبيكرز ميل تك هاي ديفينيشن اوديو 0536. طبعا خد بالك هتلاقي في اتنين لوب باك، في واحد بتاع الكارت الاساسي وفي واحد بتاع الكارت اليو اس بي. احنا عايزين اللوب باك بتاع الكارت الاساسي. نسمعه تاني كده لوب باك سبيكرز ميل تك هاي ديفينيشن اوديو 0536. التاني اسمه ايه لوب باك سبيكرز جينيريك يو اس بي اوديو ديفايس 05 يو اس بي اوديو ديفايس. الكلام واضح جدا فخلينا على ده لوب باك سبيكرز ميل تك هاي ديفينيشن اوديو 0536. ايه بقى هو اللوب باك؟ هو عبارة عن مخرج لتسجيل كل ما تسمعه من الصوت، حتى لو الجوز خارج من الكارت الأساسي هيطلع معايا في التسجيل. يعني مفهوم قريب من ستيريو ميكس، بس في ناس ما عندهمش الستيريو ميكس أصلا على تعريفات الكروت بتاعتهم، فممكن يستخدموا اللوب باك ده وهتديله نفس الأداء. هنمشي بالتاب لغاية أوكي. ريكورد وان ريكورد ليفت شيفت ريكورد كوالت جويستيك سلاش أوكي بتن تو أكتيفيت سبيس هنا مالتيبل دوكيومنت انترفيس كلاينت ويندو. كده الجولد ويف جاهز ان يسجل الاصوات الداخليه اللي مش هيكون من بينها الجوز. الخطوه اللي بعدها تركيب البلجن. احنا دلوقتي هنعرف الجولد ويف على الفي اس تي بلجن. قائمه اوبشنز الت او الت او منيو اوبشنز منيو كوب وبعدين بلجنز جي جي افكت سب منيو اي افكت سب منيو. خلينا نتحرك سهم يمين جي دبليو في اس تي دوت 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 جي جي دبليو اللي هي جولد ويف في اس تي دوت دوت دوت. ده هيفتح لي الدايلوج اللي من خلاله هقدر استدعي ال VST او اشيلها ايضا. انتر ليفن منيوز مالتيبل دوكيومنت انترفيس كلاينت ويندو VST configuration list view. دلوقتي الفكره العامه ان انت هتحدد له الفولدر اللي فيه الملف الدي ال ال اللي بيشغل ال VST بلجن اللي احنا عايزينه. تعالوا ناخد الشاشه دي من اولها. انا كده رجعت شيفت تاب وهنبتدي نتحرك بالتاب واحده واحده. تاب Allow unsafe detection of all VST plugins not recommended checkbox not checked to check press spacebar. دي ما تغيرهاش خليها زي ما هي والا ممكن تتعرض لل VST الغير آمنة. تاب List view not selected C program file Steinberg VST. هنا في لائحة بيتحط فيها الفولدرات اللي المفروض هيدور فيها على ال VST plugins. تاب Add dot 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 button to activate press spacebar Alt plus A. Add طبعا هيدخلني في dialog مختلف زي ما احنا سامعين كده دوت 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 سبيس VST configuration add folder folder edit C program files type of text tab browse dot 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 وبراوز هيفتح لك تري فيو في الدرايفز والفولدرز اللي عندك ولازم تقف على الفولدر اللي بيحتوي ملف الدي ال ال اللي هيشغل البلجن.
طبعا مش هتقدر تشوف الملفات، هيبقى التعامل بتاعك بس مع الفولدرات. يعني ملف الدي ال ال ممكن ما تبقاش عارف هل هو في الفولدر ده فعلا ولا في فولدر غيره. ولذلك انا عندي طريقه اسهل خليني اعلمها لكم. هنسيب الدايلوج ده زي ما هو ونروح للسي ويندوز ار ران دايلوج تايب ان سي كود بروجرام فايلز بي بي بروجرام فايلز بروجرام فايلز ايتمز نيو ليست. انا كده رايح للفولدر اللي فيه البلاجن، انا عارف مكانه. اف اي اس تي سكرولينج باتلز التيميت ستاينبرغ ستاينبرغ انتر ستاينبرغ ايتمز نيو ليست بوكس ريد اونلي تو موف تو اكسكلوجنز. انا واقف دلوقتي على فولدر اسمه في اس تي بلاجنز انتر items new multi select list box not selected long cat audio 6/6/20 long cat audio long cat audio ده برضو folder enter long cat audio items new list box read only h3d binaural spatializer 6/6/2014 6:49 a.m. شوف دخلنا كم حاجة جوا بعضها. الحكاية دي بقى ممكن تؤدي الى مشاكل مع الجولد ويف. كويس، هدخل الفولدر ده اشوف فيه الدي ال ال بتاع البلاجن ولا لا. Shell folder view items view list box read only to move to an h3d manual .pdf h3d manual h3d.x h3d binaurizer .dll. هو ده الملف اللي المفروض هعين له الفولدر اللي بيحتويه. يعني لازم الفولدر اللي انا هقول له عليه يحتوي على الملف ده بالذات. هخرج backspace. Shell folder view items view list box read only to move to an item press the arrow keys items view mode h3d binaural spatializer 6/6/24. انا دلوقتي واقف على الفولدر اللي يخليني اوصل للهدف بسرعه ما يدورش في كل البلاجنز كده. المفروض ان انا هعرفه للجولد ويف اللي هيوصلني بالشاشه اللي انا سايبها مفتوحه هناك اللي بحدد له من خلالها الفولدر اللي فيه دي ال ال فايل. لمستخدمي ويندوز 7 فما فوق هنضغط شيفت ابلكيشنز شيفت ابلكيشنز هنتحرك بالسهم لفوق property rename delete create short copy cut e send as up move the folder copy the folder dot dot copy as path a copy as path enter leave it menus long cat audio I... كده هو خد في الذاكره المسار اللي فيه الفولدر. هروح بقى alt tab gold wave vst configuration add folder folder edit c program files. انا دلوقتي واقف على مكان كتابه همسح اللي فيه blank وبيست هنا pasted كده حط لي الباث بتاع الفولدر اللي انا قصده بالظبط c program files steinberg splugen long cat audio h3d binaural spatializer. هو ده بالفعل المسار اللي فيه الفولدر. بس خد بالك وده مهم جدا انك تشيل الكوتيشن اللي قبل السطر ده واللي بعده. نضغط هوم كوت شيله سي واند كوت كوت برضه شيله لاند. بس كده اوكي هنتحرك بالتاب براوز دوت دوت دوت. طبعا مش محتاجين براوز تاني. تاب انكلود اول سب فولدرز تشيك بوكس نوت تشيكد تشيك بريس سبيس بار انكلود اول سب فولدرز. يعني لو في فولدر بيحتوي فولدرات في داخله التشيك بوكس ده هيخليه يبص على الفولدرات الداخليه دي. Tab. Okay, button to okay. activate. Press spacebar. نضغط هنا space. Gold wave. VST configuration. Add dot 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 button to activate. Press spacebar. Alt plus A. إحنا كده خرجنا للديالوج الأساسي. Tab. Search button to activate. Press spacebar. Search. لو ضغطنا عليه المفروض إنه هيسيرش على DLL plugin. Space. Cancel button to activate. Press spacebar. Searching dot 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 gold wave dot X system error dialog. The program can't start because ogre main dot DLL is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Okay button to activate. Press spacebar. تجاهل هذه الرسالة تماما. مالكش دعوة بيها. تطلع باستمرار وفي النهاية الشغل بيمشي عادي يعني. هي دي خطأ من الجولد ويف مش من أي حاجة تانية. نضغط space. Gold wave VST configuration. Search button to activate. Press spacebar. وقفني تاني على search. هنضغط tab بقى. المفروض هلاقي نتيجة السيرش ده. List view H3D binaurizer 2.400Z program files Steinberg exclusions long cat audio H3D binaural SP dot 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 not checked 1 of 1 to move the items use the arrow keys. اداني النتيجة بالفعل اللي انا عايزها. وخد بالك ممكن رسالة الايرور تطلع لك اكثر من مرة. تجاهلها وما تهتمش بيها خالص. انا واقف هنا على البلاجن اللي انا عايزه وهضغط عليه سبيس عشان يبقى checked. Checked. بس كل ده هو لسه ما اتضافش. انا كده بحدده له فقط. تاب. All slash none button to activate press spacebar. All slash none. يعني لو عندك أكثر من plugin هتضيفهم مرة واحدة هتخليهم checked مرة واحدة أو هتخليهم كلهم unchecked برضو مرة واحدة. Tab. Okay button to activate press spacebar. لو ضغطت عليه هيبتدي يضيف plugin بالفعل. Space. VST configuration information dialog. Please restart gold wave to update the effect plugin menu. Okay button to activate press spacebar. هنا بيطلب منك إنك تعمل restart gold wave. الإجراءات اللي احنا عملناها آنفا مع كل الـ VST مش مع اللي قدامنا بس
اي في اس تي عاوز تلحقه بالجولد ويف يبقى من خلال الطريقه دي. هنضغط هنا اوكي. جولد ويف مالتيبل دوكيومنت انترفيس كلاينت ويندو. طبعا لزاما ان احنا نعمل ريستارت للجولد ويف. ODEP 4 desktop folder view list view gold wave 23 of 30 gold wave control record new برضو alt F6 ODEP 6 multiple document interface client window كده احنا جهزنا كل حاجة ما عدا حاجة واحدة بس هنتكلم عنها دلوقتي خاصة بجوز ونبتدي على طول بعدها ان شاء الله. بداية خلينا نفتح ملف ODEP MEC 1 Lehman menus multiple document interface client window 1% processing audio decompression cancel button to activate press space bar 62% انا عملت alt F عشان افتح قائمة فايل وضغطت على رقم واحد علشان يفتح لي اخر حاجة انا كنت فاتحها. اتفتح دلوقتي ملف ستيريو هنتكلم عنه بعد شوية ان شاء الله. ولكن خلينا ندخل دلوقتي على البلاجن كتنفيذ بقى كشغل. في الحالة دي هندخل عنصر اسمه بلاجن في قائمة افكت مش في اوبشنز زي ما عملنا قبل كده. Alt C وبعدين N على طول. Alt C menu add GWVST sub menu G. GWVST sub menu. طبعا غير اللي هناك خالص الثانية كانت GWVST dot dot dot. هنا بقى sub menu علشان يدي لك الحاجات اللي انت ضفتها. سهم يمين. H3D normalizer dot 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 H. Enter. Leaving menus 02 take off constant flight dot mp3 h3d كده فتح لي شاشة البلاجن قدامي. يعني أول ما تدخل هنا لازم تروح للبيزك عشان تقدر تتعامل. Shift tab press alt plus b for basic parameters or alt plus b for vst window حتى هو بيقول لك اضغط alt b عشان تروح للبيزك. alt b press alt plus b for basic for... هتسمع صوت بيب كده في الويندوز بس يعني ايه تعرف انك ماشي صح. كده انا على الشاشة السهلة دي بس انا على اخر سلايدر فيها. بما اننا واقفين على اخر سلايدر يبقى هنعمل شيفت تاب لغايه لما نبقى واقفين على الهلب. Reset edit 0 edit 0 edit 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 help button to activate press space bar. الهلب كده كانه واحد حاطط ظهره للحائط. هنمشي دلوقتي بالتاب. Edit 0.500 type of text. قال لك edit وقال القيمه بس ما قالش انا واقف على ايه دلوقتي. وكلهم كده على فكره. وهنا تيجي اهميه الجوز. ليه ما استخدمناش اي برنامج تاني علشان نستفيد من إمكانية في الجوز إن إحنا نحط ليبل على أي حاجة مش معروفة. هنضغط دلوقتي Insert Control Tab. H3D normalizer window information dialog. If you assign this control to a GNOME window class, JAWS might properly speak its name. Would you like to try assigning the GNOME window class before specifying the prompt? Yes button to activate press space bar Alt plus Y. يعني مش مهم قوي إن أنا أقول له المكون ده إيه طالما هيديني اللي أنا عايزه خلاص. Tab. No button to activate. نضغط Enter. Group box. Create control prompt dialog. Type the label that will be spoken each time you move to the control. Spoken prompt. Edit 0.500. Type a text. هنا همسح أي حاجة مكتوبة وهكتب اللي أنا واقف عليه دلوقتي X. هكتب X. X. Tab. Next button to activate press space. Type the label that will be displayed in Braille each time you move to the control. ملناش دعوة بالبرايل نضغط Enter. Type a tutor message to provide helpful information about using the control. The message will be spoken each time you move to the control. ولا tutor message. Gold wave. H3D normalizer. Group box. وداني هناك تاني هرجع بالشيفت تاب. Exit help button to activate press space bar. Help تاب بقى. Exit 0.500. خلاص السلايدر ده بقى اسمه اكس وهو المسؤول عن الحركه شمال ويمين. كل ما اتحرك لفوق هيودي الصوت يمين وكل ما اتحرك لتحت هيودي الصوت شمال. تاب. Edit 0.500 type of text. ده السلايدر الثاني اللي بعد الاكس. التاب اللي بعده على طول ده هنسميه واي. والواي زي ما قلنا مسؤول عن الحركة قدام وورا. Insert Control Tab. H3D normalizer window information dialog. If you assign this control. نوع على طول. No button. Group box. Create control prompt dialog. Type the label. هنكتب هنا Y بس امسح المكتوب الأول. Spoken prompt. Edit Y. 3 Enter. Type the link. Type a tutor message to provide. Gold wave. H3D normalizer. Group box. برضو وداني هناك هرجع بالشيفت تاب. Edit Y X edit 0. عندي X وعندي Y هما الاثنين متعرفين. Y edit 0.500 type of text. طيب اللي بعده Z والZ مسؤول عن الحركة فوق وتحت. هعمل فيه نفس الموضوع. Insert Control Tab. H3D no button. No. Group box. Create control prompt Z. 3 Enter. Type Gold wave H3 edit Z edit 0.50. نشوف اللي بعدها نضغط تاب. Edit 1.000 type of text. هنا ده اللي هيحدد لي درجة الريفيرب يعني زي ما هنسمع دلوقتي. كده ريفيرب عالي وكده ريفيرب منخفض وكده مفيش ريفيرب خالص. خلينا نسميه REV
Insert control tab. H3D the more like no. Info info all dead. Group box. Create control prompt. نكتب هنا REV. REV. Enter ثلاث مرات. Rev type. خلاص. اللي بعد Rev. Edit 0.500. ده السلايدر المسؤول عن الروم سايز اللي هو حجم المكان اللي انت فيه. كده قاعة كبيرة. كده قاعة متوسطة. كده كأن مفيش ريفيرب خالص. دي هنسميها مثلا سايز. H3D memorializer window in Alt N group box. Create control SIZE. Enter ثلاث مرات. Gold wave H3D memorializer group box. Edit 0.500. Size edit 0.500. Type of text. اللي بعدها آخر واحدة اسمها damp. والdamp متعلق بطريقة بمحلال الصوت وهو اللي بيعبر عن اللون الصوتي للريفيرب. أعلى حاجة بيكون الصوت قاتم زي كده. في النص بيبقى متوسط زي كده. تحت خالص بيبقى لامع زي كده. نسميه دامب. H3D memorializer window information dial alt n group box create control prompt dialog type DAMP. ثلاثة انتر. Damp type gold wave H3D. أصبح دلوقتي اسم الحاجة اللي أنا واقف عليها والقيمة اللي أنا بغيرها بالأسهم منطوقة بالجوز. وصوت الجوز برة فبالتالي مش هيتسجل معايا. ودلوقتي هبتدي التسجيل. هسيب جولد ويف مفتوح وهفتح سيشن تاني من الجولد ويف أيضا. Windows M Desktop 3G Gold Wave Control Record New برضو Alt F6 Alt F6 Multiple Document Interface Client Window. ليه فتحت اتنين جولد ويف؟ علشان الجولد ويف الأولاني اللي أنا فاتح فيه الملف اللي أنا عاوز أعمله 3D أو عاوز أعمل جزء منه 3D. أما التاني فهو اللي هيسجل الناتج والاتنين هيبقوا مع بعض والتسجيل هيبقى طبعا داخلي والجوز ملوش أي علاقة. أنا دلوقتي موصل الكارت الرئيسي بهيدفونز وموصل الكارت الخارجي بسماعات أخرى اللي أنا سامع فيها صوت الجوز وبالتالي مش ممكن هيبقى فيه تداخل. يا رب الفكرة كلها تكون واضحة وملمومة دلوقتي. هنفتح ملف جديد على الجولد ويف ده. Control N New Sound Quality and Duration Number of Channels Combo Box New Stereo to change the selection use the arrow keys. بالطريقة التقليدية المعروفة لو حد عاوز يغير أي حاجة هنا بس طبعا الصوت لازم يكون ستيريو. Enter. Multiple Document Interface Client Window. كده أنا عندي ملف في الجولد ويف الثاني اسمه Untitled One. بس قبل ما ننفذ ده خلينا نوضح الأمر شوي. بعد ما تظبط الوسط اللي انت هتعمل فيه 3D خلاص بتسيبه زي ما هو وتركيزك هيبقى على الثلاثة سلايدرز الأولانيين الX والY والZ. الصوت ثلاثي الأبعاد بيكون حاصل ضرب هذه الأبعاد في بعضها. يعني ازاي؟ أنا دلوقتي قاعد على كرسي وقدامي ترابيزة اللي عليها الكمبيوتر والحاجات وبعديها على طول في المقابل في حيطة. في الحيطة دي على أقصى اليمين من فوق في منظر طبيعي متعلق. لو اعتبرت إن المكان اللي أنا وصفته دلوقتي هو المقصود يبقى في الحالة دي الإكس هتروح ناحية اليمين والواي هتطلع قدام اللي هي المسافة بيني دلوقتي وبين الحيطة والزد هتطلع لفوق علشان توصل للمكان ده. يعني هما بيكملوا بعض. طيب عاوز صوت يلف من ورايا يبقى أبعده عني شوية بالواي أضغط واي لقدام وبعدين أرجع للسلايدر بتاع الإكس وأضغط عليه لتحت متكرر لغاية ما يعدي من قدامي وبعدين أروح للسلايدر بتاع الواي وأروح مرجعه لورا من خلال سهم لتحت. هلاقي الصوت ابتدى يمشي جنبي وابتدى يرجع ورا ظهري. عاوز بقى يلف من ورايا فأروح تاني للسلايدر بتاع الإكس وحركه يمين فكده هيلف من ورا ظهري من الشمال لليمين. وبعدين علشان أخليه يكمل بقية الدايرة أروح للسلايدر بتاع الواي تاني وطلعه لقدام وهكذا. الموضوع كله بهذا الشكل. الزد بقى في المكان اللي انت واقف فيه تقدر تحرك الصوت فوق وتحت. تضغط على السهم لفوق هيطلع الصوت لفوق. تضغط على السهم لتحت فينزل الصوت لتحت. طبعا في ملحوظة مهمة جدا. لو انت عاوز الصوت ثابت حتى لو عملته بالبعد الثالث يعني عاوز الصوت بس يبقى ورا ظهرك وخلاص مش محتاج انه يحركه يبقى ما عليك الا انك تغير النسب اللي احنا قلنا عليها بحيث انه يبقى ورا ظهرك ومفيش داعي بقى انك انت تفتح جولد ويف تاني. تمشي بالتاب لغاية اوكي وتضغط عليه هينفذ داخل السيشن اللي انت واقف عليه. انما الجولد ويف التاني اللي احنا فتحناه ده بيرصد الحركة التي لا يمكن رصدها من خلال جولد ويف واحد. يعني الموضوع فيه قدر كبير من التحايل الحقيقة. هننفذ ده عمليا بقى
المفروض دلوقتي هندي له امر تسجيل كنترول اف 9 ريكورد بروبرتيز ديفايس، وهنعمل الت تاب ونروح لشاشه البلجن اللي مفتوحه في الجولد ويف الثاني ونبتدي نشتغل فيها. نحرك الت تاب جولد ويف H3D مينورلايزر جروب بوكس، نحرك بقى بالشيفت تاب embedded 0 size edit rev edit 1 z edit 0 y edit 0 x edit 0.500 type of text. قبل ما نضغط على F4 عشان نبتدي العمل لازم الاول نراجع النسب بتاعه السلايدرز اللي قدامنا، وخصوصا السلايدرز الخاصه بالحركه الاكس والواي والزد. لما تفتح البلاجن ده مش شرط يكونوا كلهم على نفس الدرجه دي، احيانا الواي بتبقى نافره بعض الشيء. احب اقول برضو ان لو عندك كارت صوت كويس تقدر تعمل الموضوع كله في سيشن واحد بس، تفتح ملفين في سيشن واحد في الجولد ويف وتتحرك ما بينهم بكنترول تاب. طبعا في الكروت العاديه بتعمل مشاكل، عشان كده حبيت ان انا اعلمكم الموضوع ده على 2 سيشنز علشان كل سيشن يبقى واخد وضعه في الرامات. دلوقتي انا هلف الصوت حوالين راسي في عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني من اليمين للشمال. اضغط F4 وابتدي العمل. نحرك الاكس يمين 0.5 نروح بالواي لقدام شوية 0.5 نرجع للاكس نحطها ناحية الشمال كده الصوت ورا ودني الشمال. هجيبه بقى ناحية اليمين عشان يكمل الدايرة.0.0 كده الصوت بقى قدامي ناحية اليمين والفوق في نفس الوقت. هجيبه ناحية الشمال وايدت اتسنت 0 اكس 0 فوق راسي برضه، هننزله في المستوى ده وايد زيادة 0.0. طلعوا تاني 0.0. كده الصوت استقر قدام وفوق وشمال في نفس الوقت. اضغط F8 هروح للملف اللي بيسجل Gold Wave Untitled 1 Control F8 وبكده أكون أنهيت التسجيل. أتمنى أن تكون المحاضرة مفيدة، وللمراسلة إيميل acer210@gmail.com acer210@gmail.com، وده هو نفس الأكاونت للفيسبوك. سكايب نيم AHMADABDELTHAHER. طبعا ما تنسوش الانضمام الى مجموعة نادي الهندسة الصوتية وروائع المسموعات على الفيسبوك، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.